مس مس او جذر دي توالينا وندينا ازول فلونا صوفي سوني ثيكل تني ظن نفذو اغمي سناغس والحلان تينو ثيمي اتخبران سرافسيت وخصان اذا كانت تكمل الحمو وذالين تتصدارين تي على يانين ذو جوهر انتمي وين نت مورث ما ذو ما نت مورث غفطس نيسالن دنسلي وسوال نهواريا بارك طاق تكلفن سيسالن دي سرافسن حالتين كما كان متوقعا من مصالح الأرصاد الجوية تستمر الأجواء الحارة على أغلب المناطق الشمالية وخاصة منها الشرقية الساحلية وحتى الداخلية. تتوقع مصالح الأرصاد الجوية يوم الجمعة إن شاء الله درجات حرارة قد تصل 43 درجة مئوية على منطقة المسيلة، كذلك قد تصل حتى 40 درجة و39 درجة على كل من قسنطينة وأم البواقي. هذه الوضعية الجوية راح تبقى مستمرة على المناطق الشمالية للوطن لغاية يوم الاثنين بإذن الله. بالنسبة للمناطق الجنوبية للوطن هي الأخرى تشهد موجة حر، درجات حرارة مرتفعة قد تصل حتى 47 إلى 48 درجة مئوية، وهذا يوم السبت بإذن الله. هكذا غن تزرن تمنظين ونزول في عججين نارمل وديكشم ذا غن وظن نارمل ولا غار تمنظين اندخل دنسلي وسوالك. هذه الوضعية الجوية الحارة مرفوقة أيضا بتطاير الرمال على المناطق الجنوبية خاصة الصحراء الوسطى منطقة بشار وحتى منطقة أدرار، وهذه التيارات الجنوبية الغربية تساعد على وصول هذه الرمال حتى للمناطق الداخلية والمرتفعات للوطن، وهذا لغاية نهاية هذا الأسبوع بإذن الله. ذوك سنتلا نظام إخبار دوس قمور ناو النيجي ماض ذا كان زال لوفا ناثي ديلولا ندرن عدنا مليون إيو سقواس ويس أربعة سوس تبع وينقص وزال إيلم في شهر سبعة من قرنيت غارو سقواس جوج آلاف وسطاش ويقورداني ديلولا دي جوج آلاف وسبعطاش فرقنتن على حساب النجنسي ميذا يعني دي سفقانن أجرد مية وربعة نذكر مكل مية أنتو لاس والجزائر ثمانة ثنتاثي جلان إقسعانا كوي مض مقرن ذي ثلاثة لفنات وذغاغ فنشتا اسقاموني مض ذاكن جوج الاف وسبعتاش ينقص اوغ مض بوذي يتزوج نس وزن خمسة ذي لمية نغاين يجت قبلن 340 الف من قرنيث غاروس وقس اي عدن ما ذا تيلو فاغ بوذ ايفرون لان 65 الف بوذي يتوجر ذن دوك سقواس جوج الاف وسبعتاش ذا يني ديسفقانن اللويس وزن خمسة ذي شرث ثلاثة ذي مض بوذي يفرن من قرنيث غاروس وقس جوج الاف وسطاش ذوك سنتال النظام ذوك حريش نوز نوزو وسنقيث لد الغلا مقرن ذوك سفرن نلفك يخصو لما أقلاغ ذي ثالثي نس مشاء أنخصور من الحالي دي لاني كان ذوك سن إعدن لدغا ذي ثمناضي نتفلاح ذي لد أسوار وي لسوا من سن لدغا إيميو لندن وليطاس نيسالن ذي ثواريخ ذي دايقا براهيم برقش هكذا أسمحتشو ثغوسة مزوارو ثلاثة غديرن الولها دخل السوق الفهيا ديال الصناف خاص ولما قلق ذي ثليث من الغلا مشاغل السوام ذوي ذيولين أسوطاس غفطاس سبات ذاغن على حساب النيم زنوزوين كما تعرفوا شتا طاحت ماشي في وقتها حتى وقت متأخر من الفصل سوري استقاس في مدية كان أغلب كما نقول من حوشة في الجناين تلمسا نتقاسم النص بالنص النكتارين الخوخ نضر وننجاس نضر بكثرة تفاح العنب كما نقول فواكه قاعد قاصد كاين دلاع وبوش بيك والبطيخ يجي من توجه ملاح إن شاء الله كاين يقول لك غالية كاين فيها يدخل فيها دخل لك خاليتي ويدخل لك خالي برتع الفاكهة كاين كيما نقولوا روحوا كيما نقولوا من زيرو ويروح الاخر انسي شبيت فهمت بول لاشار برا ما كانش الناس ما شاري امذيا عندنا في الفاكهة فاحتين يبضان غا السوام ماشي ذي زلي خاسو لما الغلانة مورث لا مشاغذ الخصاصيس ذي ثبحيار ايتي جانا تيغلاي ما كاش يا خويا تفاهم راهم يدخلوه الفريقوات راك فاهم دوك تاع الجزائر هادي سطقني ويطيق شغل يطيحوا في لاكريز ومن بعد راك تعرف يخرجوا كاع من دبال هكذاك وما كاش انا نجيبو يريح لي ما نقدرش نجيبو يعني راك فاهم ما الناس هاي تشكي بزاف هاوليك تاع نبورطاجي هناك تشوف فيه الفار هذا ولا الحمر هذاك بسون كارونت كاين بزاف عباد يقول لك ما نقدرش يا خو سون كارونت ما يقدرلاش راك فاهم ايه 90 ايه 90 الف ما هنا كي يطيح افون وتلقاه ب 75 65 كي يحبط تاع الجزائر نعم تاع الجزائر وكي تلقاه في السوق باسكو ماهوش ديسبونيبل
أفدلنا الحال إذ زرانت مناضين أندا سملاسن ثفلاح ثقفل ما ديوضو نفذو يلاد سورواي ذي صافارن الفاكية ذا يني قجان السوام أتكار ذي سنة ثمس هي كان بضد غارثة قراء سلنا وندينا جاون هنا أرثو